الآن نحن أمام وحشية، أمام سلوك، هذه الوحشية والسلوك جذوره هو يزيد والمدرسة اليزيدية والمنهج الأموي. ولكن هذه المدرسة الأموية نظر لها في العقود الأخيرة الشيخ ابن تيمية. وإذا نحن نقرأ كتب الشيخ ابن تيمية نجد القتل والاستتابة وإلا يقتل، ويقتل ولا يستتاب، وهذه القتل وهذه الوحشية والدعوة إلى القتل نجدها في كتب وفي ثقافة ومدرسة الشيخ ابن تيمية، نجدها كما وجدناها في سلوك معاوية وفي سلوك يزيد. يزيد الذي فعل هذه كل الجرائم، الشيخ ابن تيمية يعتبر يزيد هو من الأئمة الاثنى عشر الذين لا يزال الدين قائما بهم وعزيزا بهم. إذا الآن إذا نرجع إلى مدرسة أيضا الوهابية، يعني أخيرا مفتي العربية السعودية يصف يزيد بأمير المؤمنين ويقول أن الحسين خرج على أمير المؤمنين يزيد، وأن ما فعله الحسين كان خطأ، يعني يخطئ الرسول الذي قال حسين مني وأنا من حسين، ويخطئ القرآن الكريم الذي طهر الإمام الحسين طهرهم تطهيرا، ويقول بأن الحسين أخطأ ولم يسمع لنصح من كان في المدينة وخرج على أمير المؤمنين يزيد، ثم التزم بهذه المدرسة وبهذا النهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب والحكومة السعودية وإلى يومنا هذا. نعم. الحكومة السعودية وخصوصا الدولة السعودية الأولى مارست نفس العمل، استباحة الآمنين. نعم. قتل الأبرياء. نعم. وهم أيضا يقولون في في فيما هم دونوه في التاريخ، وأنا طبعا أتيت ببعض الكتب التي هم دونوها وكتبوها، كيف أنهم يتفاخرون أنهم كانوا يقومون بغزوات لما على من؟ غزوات على ناس آمنين. هذه المدرسة اليزيدية والمدرسة الأموية التي تمتهن قتل الأبرياء وقتل الآمنين، كما شاهدنا في العراق حسينية يفجر حسينية. من في الحسينية؟ ليسوا من حملة السلاح، يقتل الناس حتى في الأسواق، نساء أطفال أبرياء. في سوريا كما ذكرت كم قتلوا من الأبرياء من كل المذاهب. هذه هي. نعم، شكرا لكم سمعت مدرسة. نعم. يزيد، وهذه هي المدرسة الأموية.